لكم الفطفوط. انت خشيت شوي صح؟ دور صح؟ تصدمني؟ ايوه. وين رحت؟ شافني. اوه طاح بالبحر صورت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فارس من قناة نايب وات 9 في فيديو جديد. اليوم عندنا جراند حيل واقعية، ولا تنسوا لايك واشتراك ومشاهدة ممتعة. أبعلن ها؟ أقول أبعلن الحين. قلت حد الشرطة تمسكني. يلا قل سيارتي سكاي لاين. يلا يلا الإعلان ترى بينزل. اسمع ولد، هلا. دخلنا مكان فيه أسلحة، ودنا مكان فيه. اسعد لي أبو السواقة. مت. أركب. أجل تسوي كذا ليه؟ والله لزعلك أقسم بيت الله. أنا؟ ايه تعرف شوف عسكري تعال، ترى اللي سيعلان هو اللي معي بعد مكان ورسوا منك. قدرت تمسكوني مربع 9304. يلا داهموني. 9000 وكم؟ 304. هذي اذا قدرت تمسكوني اصلا. 9304 سيارتي ما خليك ثابت. طيب تحلمون انكم تمسكوني اصلا. يلا تعال انت العسكري. عسكري هذا خله ينفعك، ما راح يسوي لك شيء. انا ترى بس اعلمه من المكان، قلت له خلاص 9304 هو الحين جايك. انا ما بروق. ايش قلت له؟ موتر. قلت له بتلاقي دباب بس. أيه. لا ما وصل لك هو ولا باقي؟ ما في حد عد. طالع الطريق. اوه في عسكري مر من قدامي راعي جي تي ار. انا بعد جي تي ار، ما يدري اني جي تي ار. اسبن. ما يدري اني جي تي ار. قول له هذا راعي جي تي ار. ترى سيارته جي تي ار شرطة. جي تي ار شرطة؟ ايوه. انا سكاي لاين، ترى كذبت عليك غيرت موتري. اكد هذا تقله عسكري ترى سكاي لاين. شافني هو، شافني بس خلاني اروح ما كلمني. شافني. وينك ضايع؟ في الخط السريع. ايش اسمه؟ تعرف الكوبري الطويل؟ كوبري الطويل مربع كم هذا؟ ما اللي بين 9000 و10 و10000 و3. يلا جاي انا ترى. يا ربي اسمع تدري وشو؟ الو؟ لا ثواني اقدر اركبها؟ نقول الموتر تغير البوغاتي. ثواني. عسكري ترى حول هو البوغاتي. يلا وصلت. هذي خسا يمسكني عسكري اخر زمن. ترى ما اخترت اي واحد، اخترت واحد انا اعرف اسويك. نشوف. 9000 وكم؟ و110. ما لقيت اي سيارة. هذاني هنا. وين؟ بس ترى اوه شوف جيمس قدامي. شافني هنا يا ولد. السرعة مخففة ظلم ولد، السرعة في تخفيف هنا. والله غشيم. فك السرعة، يلا فك السرعة. ايوه جايب لي واحد غشيم. انت يمين لا يسار. هاي اوه طاح بالبحر صورته.
طلعوا البحر. وش ذي الغشامه يا ولد؟ ترى من العسكري يا ترى؟ انا العسكري حبيبي غشيم. يا غشيم والله سياره تزحلق حتى يصدمك وين حسبت الصدمه؟ لا انت عسكري جل. طحت بالبحر. تعال تتحدى مسك. اي بس بنفس الموتر او جيب اي سياره شرطه على بالك. يلا تعال انا بطلع الموتر بجيك. انا بتحداك تمسكني، ايش رايك؟ لا 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 لا, 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 لا تحاول تغير. انت بوغاتي وانا سكايلان. يلا والله فرصه. خلاص يلا يلا بك تمسك راح ثلاث يدينا. يا عاشمني اغلط انا زيد العزان. صدمتك صدمتك. ها لا شلون؟ لا لا شلون؟ لا 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 طحت البحر. ما شاء الله سويك مسكين والله مسكين. تايت بالاخير طحت بالبحر. انتو سكاي لاين حقتك ذي البوكاتي عز، شفت شلون مرتين وتطيح بالبحر؟ ما ادري ايش فيك انت اليوم مع البحر. انا هالمره تحداك تمسكني. نشوف يلا يلا واحد اثنين بدينا. مشكلة لفاتها ثقيلة. يب وصلت تمشي 500. احمد ربك. يلا لحقني لحقني بس. يا ترى بروح يمين اللي ساح. لا حادث ثنيب. ليش انت جاي عند المفرق؟ يلا القم الفطفوط. انت خشيت فيه صح؟ دور دور اصدم دور اصدم صح؟ تصدمني؟ ايوه. وين رحت؟ على الماي. يا ولد والله ضحكتني. اليوم كم مرة طيرتك؟ أول شيء بالجيمس، ثاني شيء بالجي تي آر، ثالث شيء بالبوغاتي، ثلاث سيارات طيرتك فيهم كلها في الموية، كلها في البحر. ووصلنا إلى نهاية المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك والنشر والكومنت الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.